يقول: دخلت المسجد بعد إقامة الصلاة ولم أتوضأ، ثم لم أجد الماء فتيممت وصليت، ما حكم صلاتي وأنا في مكة؟ لم تصلي، صلاتك ما هي صحيحة، لأن الماء موجود، موجود في المواضي وموجود في البيوت وموجود في الدكاكين، ماء الصحة وموجود، متوفر الماء، فلا يجوز التيمم، لقوله تعالى: فلم تجدوا ماء، وانت واجد للماء فلا يجوز لك التيمم. نعم.